ومن أخبار الشركات، حققت شركة ألفابت المالكة لجوجل نتائج أعمال أفضل من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعة بنمو إيرادات الإعلانات وأعمال الحوسبة السحابية. ونمت إيرادات الشركة الإجمالية 15% على أساس سنوي إلى 88 مليار و270 مليون دولار، متجاوزة توقعات المحللين التي بلغت 86 مليار و300 مليون دولار فقط. وحققت ألفابت صافي دخل قدره 26 مليارا و300 مليون دولار، بزيادة بلغت 34% على أساس سنوي.